بالنسبة للقرارات ديال الهدم، حنا كنصدروا قرارات لحماية المواطن، هذا هو السبب الأول والأخير. علاش حنا كنصدروا قرارات ديال الهدم؟ علاش كيداروا خبرات في المدينة القديمة؟ حيت حنا خايفين أن هذه المنازل تطيح على الأرواح ديال المغاربة والأرواح ديال المواطنين والأرواح ديال البيضاويين. ولكن المشاكل الأخرى اللي كتجي واللي كترتب على هذا الهدم ولا الإخلاء، وهي الاستفادة، وهي فين غيمشيو هاد الناس، ما عندهمش إمكانيات باش يمشيو. هذا واحد الشق آخر اللي غادي نحاولوا ما أمكن أننا نخدموا عليه ونشوفوا كيفاش نحلوه. السيد الوالي وسيد العامل مشكورين كيف ما قلت من قبل أنهم واقفين على هذا المشكل وكيحاولوا ما أمكن يحلوه بأحسن وأنجع الطرق. وحنا راه كمنتخبين كنسمعوا الساكنة وكنوصلوا للميساج ديالهم للمؤسسات الخارجية والمؤسسات المسؤولة، وكنتمنى على الله أننا غادي نقدروا نحلوا هذا المشكل في أسرع وقت ممكن. مشكل فوق منا، ما كنقدروش يعني كيف ما قال السيد نائم قبيلة، ملي كيجينا قرار وكتجينا خبرة بأن المنزل أي سقوط، ما عندناش حنا شي إمكانية باش نعرفوا واش هذيك الخبرة صحيحة ولا ما صحيحاش. كنوقعوها بحس من واحد شويه ديال المسؤوليه والحس والغيره على الناس، باش حيت كنخافوا كنقولوا تصور هذيك الخبره تكون صحيحه نيت ويكون هذاك المنزل نيت اي السقوط وما نسنيوش القرار وشي واحد طيح عليه دارو والله يستر يوقع شي حاجه ولا يموت ولا هذا. اذا حنا غادي نحاولوا ما امكن اننا بحال دابا نتراجعوا ونشوفوا بعض الحالات الاجتماعيه الخاصه كيفاش يمكننا نشوفوا القرارات، نديروا خبرات مضاده، نشوفوا كيفاش نديروا باش هاد الناس اللي عندهم ديور صحيحه كما قلتي ما تخرجش وتدعم، ولكن اللي عندها الدار اين السقوط راه خاصها ضروري تخرج، وهذا هو الواقع ما عندنا ما نديروا.